واللوكيشن كان محط اهتمام عدد كبير من نجوم السينما امبارح، زي يسرى، طارق عماد، إلهام شاهين، نادية الجندي، وأشرف عبد الباقي. طبعا سعيد جدا لأن ده لأول مرة بيحصل السعودية، لأول مرة بيحصل في جدة. طبعا مبسوط إن أنا بقى من المشاركين، يعني بعد فترة طويلة نقول اللي لما حصل أول موسم أو أول سنة في مهرجان جدة كنت مشارك فيه. والريد كاربت استقبلت ثنائيات عديدة زي وسام بريدي وريم السعيدي، كارين وازن وزوجها إلياس اللي اعتمدوا ماتشينج سوتس. خبرينا ليش اخترتي تلبسي تكسيدو مش دريس زي ما عودتينا؟ لأنه أول كان بدي شيء different، وكان بدي شيء powerful، ونحن we're seeing a shift in the women in the Arab world. I wanted to symbolize that a woman in a suit is a, you know, a powerful woman, a woman who is brave and I hope I embody this woman. وشكل الماتشينج أوتفيتس ترند، لأن نيلي كريم وزوجها هشام عاشور ظهروا بماتشينج لوكس على السجادة الحمراء. كتير أنا مبسوطة إنه اليوم شفتكم مع بعض، وبنقولكم ألف مبروك لأنه أول مرة بنقابلكم هيك على ريد كاربت إيفنت كتير كبير ومهم وبهمنا كلياتنا أكيد. نيلي خبريني أنت شو رأيك اليوم عم بتكوني بأول مهرجان سينمائي دولي سعودي؟ بصي مدام، أنا امبارح كان لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومخلصين الختام تقريبا الساعة 1 بالليل. صحيت الساعة 5 الصبح عشان كنت حريصة ان احنا نحضر الافتتاح النهاردة اول سنة، وبقول مبروك ويا رب تكون السنة 100 والـ200 كمان يعني. واكيد الهام علي وخالد صقر كانوا couple of the hour، ودانا كانت مبسوطة جدا انها قابلتهم في اليوم ده، خاصة لما عرفت ان هي والهام لابسين من عند نفس الديزاينر. انا مصممتي الجميلة المصممة السعودية ايمان العجلان كانت beautiful designer. انا كمان احنا اصدقاء معك يا ايمان. وانا كمان من ايمان العجلانة. طيب احكي لي الهام، انت ساعدتي لخالد اليوم قلتي له لازم تلبس تاكس ولا شو صار؟ ثوب تاكس تاكسي؟ الامانه لا، هو كان قد الحمل قد المسؤوليه وبيض وجهي صراحه. انا فخوره اني امشي جنب هذا الرجل الجميل. حبيبي حبيبي. انت شو ما تغزلت فيها؟ اي عم تغزل؟ انا ما اتغزل فيها قدام الناس، اتغزل فيها لحالنا لما نكون لحالنا. قدام الناس هذه مشاعر مو كويسه. واللحظة التاريخية لافتتاح النسخة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي انتظرها عدد كبير من النجوم لوقت طويل، وأبرزهم كان الممثلين السعوديين زي حسن العسيري. شعور عظيم، يعني شعور مهم جدا أنه السعودية حتكون عنوان مهم لصناعة السينما. أفلام الآن تتصور في تبوك، أفلام تتصور في العلا، شباب الصناع من كل أنحاء العالم. حقيقة مهرجان عظيم، ونتمنى بإذن الله أنه دائما نستمر. اهلا فيكي، يعني انتوا ليتلي عم بتكونوا كثير اكتف ما شاء الله عليكم، عندكم كثير قصص ولاين اب كثير كبير. خبرينا اخر يعني فيرجن عملتوها قد ايه كانت؟ يعطيكم العافيه، وانتم ما تقصروا معنا في ترندنج، دائما تغطوا الاحتفالات حقتنا. احنا عندنا على نهايه السنه فعاليات كثيره، عندنا ختام الرحله الابداعيه حول المملكه، عندنا توقيع لعدد من المواهب الفنية اليوم موجودين معانا، أكثر من 7 حاضرين وعندهم مشاركات فنية. أما ياسر السجاف فسعادته كانت ما تتوصفش في اليوم ده، خاصة أنه عنده فيلم أبطال اللي هيتعرض ضمن فعاليات المهرجان. ليه فيلم إن شاء الله يوم 10 ويوم 12، فيلم أبطال إن شاء الله بإذن الله حيكون في المهرجان عرض أولي، بعدين في السينما في يناير إن شاء الله. كيف كانت هيك تجربة التمثيل؟ يعني فاجئنا؟ والله ان شاء الله نشوف، انت تحكمي. انت بيزي عندك كثير اشياء. لا يعني جود لك. ايوه بنحاول قد ما نقدر، انه نحن اهم شيء هو كله يعني تحت الانترتينمنت، سواء قدمنا افلام ولا برامج، احنا في النهايه نحاول نقدم رساله حلوه للجمهور وهذا الاهم. واللي قدم حاجه حلوه وممتعه للجمهور السعودي من فتره قصيره هو محمد هنيدي، لما قدم مسرحيه سلام مربع في موسم الرياض. انبسطت جدا جدا، ان شاء الله عبال العروض القادمه ان شاء الله. احلى جمهور.